قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة إذا فرغ المؤذن من الأذان يوم الجمعة حال حضور الخطيب لم يكونوا يصلون ركعتين لله. يمكن ترون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي بعض الناس إذا أذن المؤذن حال حضور الخطيب قاموا فصلوا ركعتين، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوارد كما أسلفنا أن من أتى يوم الجمعة فله أن يصلي حتى يحضر الخطيب، لكن بعد الأذان حال حضور الخطيب هذا ليس بمشروع.